أستاذ نزيه، لماذا رفض السيد الحريري دعوة حضور مؤتمر دعا له رئيس الجمهورية لإصلاح الأوضاع وتقديم استراتيجيات دفاعية ومالية وتأكيد اللامركزية؟ ما المشكلة في ذلك؟ يا سيدي الكريم، أولا تحياتي لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. يا مرحبا. أولا من الطبيعي أن يكون موقف الرئيس الحريري رافضا لهذه الدعوة التي كان من المفترض أن تتم منذ بداية العهد لطرح المسائل الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للقضية اللبنانية. ولكن المأزق الذي يقع فيه رئيس الجمهورية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي والعربي والدولي جعله يتخذ هذا القرار الذي يتضمن نوع من الانتهازية السياسية مع الأسف بسبب قروب موعد الانتخابات وتوقيعها وتحديدها، علّه يسجل نقاط إيجابية لصهره ولفريقه السياسي الذي تراجع وهو على طريق الانحدار. أما موضوع الفيدرالية المطروح فهو بالصيغة التي يطرحها التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية إنما هو نوع من الفدرلة بامتياز، لأنه ينادي بالفيدرالية باللامركزية الإدارية والمالية، وكلنا نعلم أن في أي نظام فيدرالي في العالم إنما تكون هناك وحدة مالية ووحدة خارجية ووحدة أمنية، فهذا مسار يصدع أسس وبنيان الدستور، فبالتالي هذا النقاش هو نقاش خلافي. فكان من الطبيعي أن يكون موقف الرئيس الحريري منسجما والمعطيات التي يمكن أن تحصل على ضوء ما ستكون عليه نتائج الانتخابات النيابية المقبلة وليس قبلها.